اسمع ما يحشموش، لقوا روحهم وحدهم ما يحشموش وحدهم. أنا قلت لك كاين أصوات مغرضة، ناس خباتة، الخبيت العدو اللي يجيك اون فاسك تعامل معاه، الخبيت اللي يلعبها باللي يحبك وخوك وصديقك ويجي من الورا ويدزك الهواء، هذاك هو اللي يخوف. كيفاه تحبوا تحلوا مشكل سياسي دون ما يكونوا ممثلين سياسيين؟ اللي يقول لكم هذه راهو خبيت، راهو يخدم مع النظام، راهو عميل كبير ويخدم مع أنظمة أخرى. الناس صح اللي مش حابة تزير تهز راسها خلاص، حبتها تطيح لتحت باه تولي في يد الناس كل. يونا مار من الاستعمار في الجزائر، لازمنا نستقلوا، نستقلوا من فرنسا ونستقلوا من تركيا ونستقلوا من الرومان ونستقلوا منهم بكل. كون دوفيان ألجيريان، كون كري لا ناسيون ألجيري. يونا مار، الدنيا شاعلة أطور دونو، احنا جايبيننا أربع قلودة في البوفوار، ما عندناش الأصل بوليتيكا لي ديزرت ديزرت، ما كان والو يا ريان. وليت تهضر معاه يبان لك أن بوليتيك، تفيق تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تاع سياسة، هذا هذا وحمار خاصو غير النهيق وماكلة الحشيش. أون في با دو ريبريزونتاسيون، كيف تي في با دو ريبريزونتاسيون؟ كيف بارلي؟ ما يسحقوش الممثلين يشريوهم، راهم يقتلوا فيك درك. ناس ما ناريف با، ما فهمتش علاه، باسكو أصوات مغرضة. ما نقول لكم حاجة، 90% اللي حاطينهم أوبوزون إكسيتيرا هما زالوا درك يبانوا زعما أوبوزون، والله العظيم غير ماشيين في الخطة نتاع النظام. أليز كاع عفو عفو، وكون يزفر لهم يجريو كي الكلاب. نهار طيحوا سواتيزون بوتفليقة ولا السيد القايد صالح كي ما ريقلهمش داروا عليه الحس، جاهم تبون ولا قالك نعطيوه مهلة 10 ايام نشوفوا واش يدير. واش نقول لك؟ والله الشعب يفهم واش حاب نقول تو سامبلومون. دونك يفو ريفنير او شوز. الحراك دار حاجه، وحد المطلب الجزائري. الحراك دار حاجه، خاوه بين الجزائريين، لكن جاء الوقت درك مرحلة التنظيم والهيكلة لضحر النظام الفاسد. دون هيكلة دون تنظيم ما كانش نجاح للحراك. خرجوا كل يوم، وكون تخرجوا دور قيادة سياسية وتقلقوهم شوية يقمعوكم قمع كحل. ديجا الاعتقالات هذا بلا خروج، ديجا رام في الاعتقالات، رام يسيبلو في الناس، يبعثوا في البراوات الناس، يخوفوا في الناس، يهددوا في الناس، يهددوا في النساء. بصح نقول لكم حاجة، المرأة الجزائرية فحلة، والله فحلة كي الراجل، وفي بعض المواقف كتر منه. غير المرأة الجزائرية فحلة، غير الرجال خوفوهم بالتليفون ونسا ما خوفوهمش. وعندنا معلومات، والناس اللي قاعدين يعيطوا لكم ممش دولة مرتزقة دباب، يعيطوا لكم في التليفون باسم الدولة ويقول لك أنا شفناك وش بوستيت فيسبوك ترى مرتزقة، وراهم يعيطوا وازار، والله ما على بالهم من يعيطوا. وهذه معلومات مدها للشعب الجزائري. دونك مديرين سياسه الترهيب تاع الطراش اني باسيبلي طرش برك. نو المعلومه اللي نمدها والناس اللي عيطوا لهم على بالهم مش قاعد نهضر، واللي حطوا السيستم دون بلاص على بالهم مش قاعد نهضر. سي دو كري ان كليما دو بير جينيرال. واش معناتها؟ واش معناتها كي تعيطوا للمراه في عمرها 65 سنه خرجت في لي مارش بكل وتقولوا لها رانا نتبعوا فيك وكنت تحركي وكنت تخرجي الخطره هذه وكنت تزيدي تهضري رانا كذا وكذا ولادك نعرفهم وين راهم وانتم على بالكم والو صافي دير كوا؟ صافي كوني با دو سانيتا دو دروا فوالا ما يجيبوا والو اي طرافاي بور ليتا. بيان سير.
ils ont récupéré des listes de numéros et ils appellent. Alors, pour créer un climat de peur. Il y a des Algériens qui sont chauffés de Jaro. Hakda, chauffe. Hakda, de l'Istiamar. Hakda, chauffe. Les mêmes pratiques, c'est l'Istiamar, le Rachim. La même chose. La même chose en pire. Belgien. Je ne sais pas, Belgien. بلي هادو عصابه اللي يلعبوا بالشعب كما يبغوا يلعبوا كما يحبوا ونزيد نقول لك حاجه نورمالمون يعني سي سي تي بوسيبل كاع ليكيب غوفرنمونطال نعقبوهم على ان سيرفيس دو بسيكاناليست نفيريفيو لي طاب سيكاتريك نتاعهم باسكو جو كروا عندي شك كبير باللي النص نتاعهم مهابل ونص الاخر سكيزوفرين برك ماشي بسيكولوج بسيكولوج والحالات الخفيفة بسيكاتر خو بسيكاتر اوروبا ولا من امريكا بسيكاتر من البلاد يقولوا من العصابه يقول لك هذو راهم بلاه راهم عندهم قال يسون ابل والله مختلي اسمع مختلين عقليا نحلف لك بربي باسكو لا لا مانيش ديكلاراسيون فون فوا سي دانيي طون فرونشمون On se demande هاد الناس وين هاد البلانيت راه جايين منها والله نو نو اكزاكتومون شوف هادو ناس مهابل والسياسه تاعهم سي لو غوفرنونس بار لابسورد او فات بالهبال نتاعهم الشعب يهبل بعد يتروف با دوريونطاسيون يتروف با دوريونطاسيون باسكو شوف حتى ابسط مطلب تاع هادو المحبوسين ديتوني دوبينيون دوكا يرحم باباك يديو في الناس الحبس على والو وحاكمين الناس في الحبس على حاكمين طابو على حاكمين علي غديري على حاكمين دي بتي جان دي بلو على واه ومازالوا يديو في الناس بيرسون ريكلام سي رحماني داك اللي يا اكتيفيس مورال سياسي في ادرار D'après des posts sur Facebook, où j'ai même confirmé l'information de l'Adrat, il a été convoqué par Interpol sur Adrat. Parce qu'il a fait un post à l'intervention française au Mali, où il a fait l'apologie du terrorisme. Est-ce que c'est possible et comment ça se fait? Interpol, il interpelle un activiste algérien. Qui fait Un activiste algérien derrière un post. Derrière un post à la, l'intervention française pour le Bali ou l'élimination d'un Drukdel d'après les sources sécuritaires françaises, le Drukdel a été éliminé au Mali. Donc, il a fait un poste dans ce sens, avec l'activiste algérien, le Maya CSN, mais il a été convoqué par Interpol pour Hakoma. Voilà, donc l'information est tombée sur Facebook. Donc, on se demande si c'est possible. Interpol, il convoque un activiste pour Facebook. C'est Hussein. Bon. Hadi, tu peux faire un peu de temps. Ça va. Je vais vous dire que vous avez dit parce que d'abord, un Algérien, il postait Wushbra concernant Wushbra. كي الانتربول يحب يحقق سي اجهزة الامن الجزائرية اللي تحقق وهي حنا ثاني مشاركين في انتربول هي تبعت التقرير الامني نتاعها حول القضية هذيك الانتربول انتربول ما يجيش يحرق حق عندنا حنا ايزون سيزي لا لا بوليس ادرار ولا لا جاي تي كونفيرمي راك اون بيرسون دو سير بلاص قالوا لي وي راك كونفوكي وحقوا معاه لا بوليس ماشي انتربول وي ميسيو دوموندو انتربول اه وي هي نورمال